احنا حابين ان الدكتوره ماجده تبقى موجوده بالفعل. الدكتور طارق شوقي اتكلم عن منظومه تعليم جديده، تطوير، يعني نقدر نقول ايه، يعني كل النظام التعليمي اللي فات، لا ده تغيير لكل المنظومه التعليميه. ايه تخوفاتكم؟ لا، هي تخوفات كتيره جدا. يعني احنا كنا متخوفين من الثانويه التراكميه اللي هو قال عليها، دلوقتي احنا متخوفين من النظام الجديد اللي قال عليه خاص بالرياض الاطفال وبالمدارس اللغات وبالمدارس التجريبي. فاحنا عندنا جزئين، احنا مش معترضين اساسا على التطوير. التطوير في حد ذاته، يعني التطوير احنا مش معترضين عليه. لا، مش معترضين. احنا كل الاعتراض الاساسي ان ما ينفعش تطوير في مرحله، يعني في مرحله مهمه جدا زي اولى ثانوي. الطالب طالع من، يعني بصي، الكلام ده انا قلته كتير قبل كده لما قعدنا مع دكتور طارق، قال ان هو هيبتدي التطوير من السن الصغير، من اول الكيجي واولى ابتدائي وانت طالعه. لما سالناه المراحل اللي طلعت خلاص دي، اللي هو الاعدادي والثانوي، اللي اتعودوا على نظام تعليم معين، قال لا، دول انا مش هقدر اعمل معاهم حاجه، بس اقدر اصلح ما بين 20-25% من المناهج، بقى طريقه التدريس، مش عارفه ايه الكلام ده كله. لكن هم كده كده خلاص اتعودوا على سيستم معين انا ما اقدرش اغيره. فحضرتك في شهر 3 السنه اللي فاتت 2017 قلت لنا الكلام ده، تيجي في شهر 4 2018 تغير اللي حضرتك قلته كله. هو ده اللي احنا بنقول يعني عليه. يعني فكره، يعني عشان اوضح بس للمشاهد، لان الدكتوره ماجده نصر هتبقى يعني معانا على التليفون، هي بتسمع بالظبط التخوفات والتساؤلات. يعني انتم مش معترضين على التطوير بقدر ان انتم معترضين على ان سنه اولى ثانوي تبدا بالفعل التطوير في سبتمبر القادم. هي كمان بصي، يا دكتوره ماجده موجوده معانا على جروب الواتس وبتتابع كل الحاجات دي، ومعانا مسؤولين كتير. بس هي الفكره كلها، الطالب اللي طالع من ثالثه اعدادي، انت عارفه ثالثه اعدادي زي ثالثه ثانوي، مفيش حد بيروح مدارس لا حكومه ولا خاص. خلاص اخد انا طالب طلع دماغه اساسا خلاص، يعني الا ما رحم ربي، يعني دماغه باظت او اتعلم بطريقه غلط او ما كانش مجتهد او اخده على اولى ثانوي، اعوده على نظام امتحانات مختلف، نظام حضور مختلف، اقول له ابحث. طب هو اساسا بيبحث ايه؟ انا ابني لما كان في ثانويه عامه، انا كنت المدرسين لما كانوا بيطلبوا نشاط كنا بنروح نعمل البحث في اي سايبر، بيعمل لنا كده، يطبع لنا البحث، بيتحط في فايل، الولد بياخده يوديه من المدرسه، يترمي في فصل خاص كده بالحاجات دي. مره صاحب زميل ابني عمل بحث المفروض كان يتعمل باللغه الانجليزيه فعمله بالعربي. فلما كنت مع مامي الولد فقالت له خلاص طب انا هاخد البحث، قال لا مش مشكله احنا ما بنبصش فيهم. فانت بتتكلم في ايه؟ يعني بصي، الصوره العامه للدكتور طارق شوقي في التطوير حلوه، كحلم حلوه قوي، احنا نفسنا تتحقق. بس احنا بنقول له يا دكتور طارق لو سمحت، حط نفسك معانا على ارض واقع. ارض واقع حضرتك عندك تكدس فصول. لا قبل ما نتكلم انا عايزه بس